بالنسبة للنار اللي نعطي هنا في هذا الكراج، نار يعني بكل صراحة بعد ديال النفايات وذوك الروايد ديال السيارات، ولكن الغالب في الأمر أننا كتعيط للبومبيروس باش يجيو رجال المطافي باش أنهم يجيو يديو المهام ديالهم، وإذا به كتعيط لهم حتى يعني ساعة عاد ممكن ساعة عاد يجي، يعني هذه مسألة خطيرة بحال هذا الشكل هذا. تصور أن هذا النار لو كان ناط شي دار اللي فيها الناس وفيها الأطفال وفيها هذه ونط نار كبيرة يعني وصلت لواحد الدرجة اللي هي كبيرة، أما كان أدت بواحد مجموعة ديال الناس الآخر ديالهم. أما هذا مثلا بحال هذا الشكل يعني فوقاش ما تكون شي حاجة نار أو لا شي كسيدة أو لا بحال هذه المسائل، كنسمعوا هذه الحوايج هذو كيوقعوا وكنشوفوا في الإنترنت، كنشوفهم عند الناس اللي في الدول اللي هما متقدمة، كتلقى يعني في ظرف 10 دقائق ما كتوصل غير كتلقى واحد المجموعة ديال الناس اللي السلطات سواء السلطات المحلية أو لا بحال هذه الوقاية المدنية. هاد الناس هادو حنا ما فهمنا لهمش يعني بهذا الشكل هذا، دائما كيوقعوا هاد الحوادث، مستشفيات كيوقعوا فيهم مشاكل بحال هذا الشكل، كتوقع نار ولا حريق بحال هذا الشكل، كتلقى يعني واحد المجموعه ديال كتلقى هاد المسائل بحال هاد التاخرات هذه. سي سعيد نار خويا ميمون طفيناها حنا واحد المجموعه ديال المواطنين المتطوعين، والغالب في الامر ان حتى الماء في الدريوش ما كاينش. تصور ان مثلا واحد المجموعه ديال المتطوعين جينا باش نطفيو هاد النار، ولكن ملي كتمشي تفتح الروبيني ما كتلقاش الماء. تصور ان انت مدينه ديال الدريوش قداش ما فيهاش الماء، ما فيهاش رجال مطافي، ما كيجيوش في الوقت ديالهم، يعني هاد الناس ديال الدريوش ما فهمتهمش انا علاش كيسكتوا وعلاش ما كيهضروش على حقهم، ما كيهضروش على مجموعه ديال المسائل كتوقع في الدريوش، وحنا كنتبعوا الاحداث دائما. وهاد المسائل هذه راه زعما خطيره، الناس هادو اللي يعني هاد المنتخبون وهاد السلطه وهاد الناس وحتى المواطنين خصهم يهضروا على المسائل ديالهم على حقهم، راه ما يمكنش غادي تكون شي حاجه تجيب لها حق. تصور ان المسائل حتى الماء ما كاينش باش غنطفي هاد النار، مثلا نديرو حنا رجال المطافي ما كاينينش عطلو، هذا راه هذه راه مساله خطيره، راه ما يمكنش خصهم يكونوا بهذا الشكل هذا، يعني خصهم يكونوا في الدريوش. حنا عماله، حنا ناس يعني حنا عماله، حنا مدينه تترقات للعماله، مدينه كبيره فيها مجموعه ديال المصالح، ولكن باش انك تجي على الوراق كاين المصالح وكاين المسائل، ولكن النهار اللي غادي توقع شي حاجه ما كتلقاش. تصور ان حتى في المستشفى كتلقى ناس كتلقى امهات كيولدوا في خارج المستشفى، النار كذلك ما تكون النار ما كانش اللي يطفيها. هذه مساله خطيره جدا، الناس خصهم يفيقوا، خصهم يفيقوا من القلبه كما كيقولوا، خصهم يفيقوا من القلبه، يهضروا على حقهم، يقلبوا على حقهم. الضو تقطع ما كانش مشكل، الماء تقطع ما كانش مشكل، النار ناط في الديور ديال عباد الله ما كانش مشكل. واش هاد الناس ميتين؟ هاد الناس ما عندهمش مازال؟ الحمد لله حنا الدوله ديالنا دوله فيها ملك، وسيدنا كي يعني كيدير الجميع، كيوفروا جميع الظروف. الناس ديال الناس ديال المسؤولين على المدينه خصهم ينوضوا يفيقوا يحلوا شويه، الناس ديال الدريوش يحلوا شويه عينيهم وينوضوا يهضروا على حقهم. المسائل هذه خطيره اخويا، وشكرا.